استعدادا لانطلاق مشاهدينا الاعزاء الى جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية. فتحت البوابات على بركة الله في سادس هذه الاشواط، وقيمة الجائزة 125,000 ريال جميع الدرجات، انتاج السعودية، عمر الاربع سنوات واكثر، الانطلاقة السريعة الجوزلية تقودهم الى المركز الاول، مصابيح من المسار الداخلي بالمراقبة الشرسة يكتسح من المسار الخارجي ايضا رستم، وايضا بقية الاسماء القادمة لصح مع الكسس مورينيو بشعار سمو الامير فيصل بن خالد وكذلك انتر، لكن اي جمال في ميدان الملك عبد العزيز عبر الاجواء الماطره وعبر الاجواء والاشواط الحماسيه لصح والجوزليه، مصابيح وايضا انتر لكن ويكتسح، وخماسي المقدمه وخماسي الصداره الى المركز الاول مع حايم وايضا لصح يقودهم الى المركز الاول، يكتسح مع عادل فريدي الى المرتبه الثانيه، وهنا مصابيح الى المركز الاول، مصابيح مصابيح تشعل انوار ميدان الملك عبد العزيز في الأجواء الماطرة في الأجواء المميزة، هنا مصابيح إلى خط النهاية قيادة محمد إدهام، ما شاء الله تبارك الله، تدريبات أحمد عبد الواحد وأشعار